يوم سعيد بإذن الله ومبروك لحجاج بيت الله الحرام. بما أن موسم الحج على الأبواب فحجتنا تطعمته أم لا؟ عزيزي الحاج، هنالك نوعين من اللقاح الموصى به للحجاج. النوع الأول وهو لقاح المكورات السحائي الرباعي المقترن منينجوكوكال فاكسين، الذي يؤمن الحماية من التهاب السحائي التي تسببه بعض أنواع البكتيريا النيسيرية، وينصح بأخذ جرعة نشطة من هذا اللقاح. النوع الآخر وهو إنفلونزا الموسمية فلوفاكسين، الذي تسببه بعض أنواع الفيروسات الموسمية الأكثر انتشاراً في هذا الموسم، ويتم تجديد هذا اللقاح سنوياً، لذلك ينصح الحاج بأخذه في السنة المراد بها تأدية الحج. أما بقية التطعيمات فيتم أخذهم على شكل دوري بحسب جداول روتينية، وينصح باستكمال جميع التطعيمات قبل السفر إلى الديار المقدسة. ولا تقلق عزيزي الحاج عند الإصابة بإحمرار أو آلام حول موضع الحقن، لأنه قد يصيب 50% من متلقي هذا اللقاح. أما فئة بسيطة قد تصاب بالحمى، وذلك يعد طبيعياً لمتلقي هذا اللقاح. ويرجع أخذ التطعيمات قبل السفر إلى الديار المقدسة بأسبوعين على الأقل لتأمين الحصانة المنشودة منها. متمنين لكم دوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، وحج مبرور وذنب مغفور بإذن الله.